كان محترفا في مهنته محبا لكل الناس. إن كان يتهيأ لكي نزفه عريسا وحبيبته بالانتظار إلى أن سقط في ساحة الصحافة. المجد والخلود للجنود الأبرار الصحافيين ولكل زملاء عصام ومحبين وإلى كل شهداء العالم. عصام ارتقى شهيدا وهو يقوم بمهمته النبيلة كصحفي ومصور يظهر الحقيقة أمام العالم، فقتلوا الاحتلال. صحيح صحيح. كان يتحضر للزفاف، يتحضر ليكون زوجا، ليبني عائلة، فأنهى هذا الحلم أجيال. والاحتلال أنهى الحلم، أنهاه بقساوة غير عادية. ليس من السهل أن ترى أشلاء من تحب، ليس سهلا أن ترى هذه الأحلام تتساقط، ولكننا نفتخر بعز وشرف. هذا قدرنا أن نضحي.